فيتنس. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الورد صباح النور، مرحبا بكم في لايف سبورت. البداية بالمنتخب الوطني التونسي، انهزم المنتخب الوطني للوسط البارح برباعية نظيفة أمام نظيره النيجيري في المباراة الترتيبية لكأس أمم أفريقيا مصر 2023، وجاءت أهداف المنتخب النيجيري في الدقائق 9 46 48 ودقيقة 90، لكن منتخبنا ما تمكنش من تذليل الفارق أو العودة في النتيجة رغم التغييرات اللي أجراها المدرب عادل السليمي. يشار إلى أن منتخبنا ضمن الترشح لمونديال 2023 ببلوغ نصف نهائي الكان. محليا، كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولة الثانية من مرحلة البليوف من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في مالي البرنامج نهار الجمعة 17 مارس مع ساعتين ونص، نادي صفاقس يواجه النادي الإفريقي، والدفع الأخير نهار السبت 18 مارس نفس التوقيت الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بن قردان، واتحاد تطاوين يواجه نجم الساحلي. يشار أنه سيتم تعيين مباراة الترجي والاتحاد المنستيري في موعد لاحق بسبب التزامات الفريقين القارية. كشفت لجنة التحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام وجهات الجولة الافتتاحية من مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وجاءت على النحو التالي. نهار الأحد 12 مارس كل المقابلات تنطلق مع ساعتين ونص. أما الحمام سوسة يواجه نجم المتلوي حكم محرز المالكي، النادي البنزرتي يواجه أولمبيك سيدي بوزيد تحكيم صادق السالمي، ومستقبل سليماني يواجه الملعب التونسي الحكم يسري بوالي. في الرابطة المحترفة الثانية وتعيينات حكام مقابلات الجولة 13 تتلعب على زوز دفعات، اليوم السبت 11 مارس مع ساعتين ونص المجموعة الثانية، ترجي الجرجيسي يواجه سبورتينغ بن عروس حكم خليل الطرابلسي، هلال مساكن يستضيف سبورتينغ المكنين تحكيم لحسام بالحاج علي، قوافل القفصة تواجه الملعب الصفيقسي الحكم هيثم القصع، الملعب الجيبسي يواجه جمعية جربة تحكيم لأسامة بن اسحاق، شبيبة العمران تستضيف نادي حمام لنف الحكم مفرج عبد اللوي، والقلعة الرياضية تواجه مكارم المهدي الحكم رضا شويحي. الدفعة الثانية تتلعب نهار الأحد 12 مارس المجموعة الأولى، نادي البملي يواجه شبيبة القيروان الحكم مراد الجربي، مستقبل المحمدية تستضيف مستقبل وادي الليل الحكم أدور صاف جونواتي، نادي القربي يواجه نجم الراتسي الحكم وائل عجنقي، مستقبل مرسى يستضيف جندوبة الرياضية التحكيم لعلي مختار، أما الجربة يستضيف مستقبل جيبس الحكم حسني نايلي، وأولمبيك مدنين يواجه أمل الركبة الحكم خالد قويدر. في التنس، تعرفت لاعبة التنس التونسي أنس جابر على منافستها في الدور ال 32 من بطولة انديان ويلز الأمريكية الماسترز للتنس، تواجه وزيرة السعادة اليوم السبت البولندية ماجدالينا المصنفة 106 عالمين، واللي أقصت منافستها مارينا زفانفسكا بواقع شوطين لرد. في الرياضة العالمية، تلعبوا البارح أولى الدفعات من المباريات من مختلف الدوريات الأوروبية، أسفرت نتائج على نحو التالي. في الدوري الإسباني درجة الأولى، جاديش تعادل مع خيتافي 2-2، في الدوري الإيطالي سبيزيا ينتصر على انتر ميلان 2-1، في الدوري الألماني درجة الأولى كولن ينهزم من بوخوم 2-0، وفي الدوري الفرنسي درجة الأولى ليل كان تعادل مع ليون 3-3. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية، القيام بالتمارين الرياضية الصباحية تساهم في ترفيه نبضات القلب مما تؤدي إلى تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين والمغذيات الضرورية لرفع الطاقة. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة، لقيت ورمج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.